السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي الوصفه ديالتنا غادي نقدموا اللازان. كيف كتشوفوا ان لاباط اللازان لاصوص طوماط اللي حكيت 3 كبار ولا 4 صغار، ربعه ديال الكفته، ضريز ديال الثومه، شويه ديال الربيع، شويه ديال التحميره، الملحه، البزار، بصيله محكوكه، وشي معلقه كبيره ديال لاصوص طوماط. دابا غادي ندوزو لاباط، خصنا نبدا نسلقوها شويه باش تغيا طيب لينا في المول. ودابا كما شفتوا ها نتوما درنا الماء يغلي مزيان باش غادي نديرو لاباط، نلوحوها غير بشويه باش ما تهرش لينا، ونديرو وحده بوحده باش ما يتلصقوش. واحد دقيقه ولا جوج دقائق على ما طيب لينا، وعاد نديرو الاخرين وحده بوحده ونرجعوا لكم. دابا غادي نوجدو لاصوص ديال الطوماط غنديرو شويه د الزيت، وغادي نزيدو معاه شويه ديال البصله اللي قلنا البصله وحده مشلطه محكوكه، انا درتها خليوها تتشحر شويه. بعد ما شحرنا شويه البصله غنزيدو عليها لاصوص طوماط اللي مطيشه اللي حكينا، غادي نزيدو شويه ديال الربيع مع الثومه، شويه ديال البزار، شويه الملحه، التحميره، نحركوها باش يتجانسوا مع العطريه ديالتها، نخليوها حتى تتشحر تحمر مزيان وطيب مطيشه مع البصله. نغطيوها ونخليوها حتى تطيب مطيشه شويه باش نديرو عليها الكفته. من بعد ما طابت لينا شويه مطيشه، دابا غادي نزيدو لاصوص طوماط المعلقه، باش نزيدو عاد دابا غادي نبداو نحطو الكفته باش طيب لينا على ما كتكون تسلقت لينا ديك لاباط ديال اللازان. دابا غادي نزيدو الكفته، نقطعوها كيما بغيتو ديروها كويرات كويرات، وتديروها صغيورين بحال هكا كاينه باش يلاه كنديروها كلها على لاباط. كيما نكملو الكفته نرجعو ليكم. بعد ما طابت لينا لاصوص ديال المطيشه بالكفته، ها نتوما كيما كتشوفوا خاصها تكون واكحه شويه باش ما يكون داك الماء ديال المطيشه يكون ليه. غادي نوجدو لاصوص بيشاميل، كتخصنا نسطرو ديال الحليب، واحد شويه الكوزه اللي غنحكوها، شويه ديال البزار، جوج معالق ديال الدقيق، ومعلقه ديال الزبده. بسم الله. دابا غادي نديرو الحليب، انا كندير كلشي، كنزيد عليه شويه ديال البزار، نحكو شويه ديال الكوزه، غندير دوك جوج معالقات ديال الدقيق، ها
راح ابراهم من هنا ونحاولوا نخلطوا كل شيء. الزبده هي الاخرى، نخلطوهم نخلطوهم ونديرهم فوق النار. كما كتشوفوا درناها فوق العافيه، الدقيق مع شويه البزار شويه الكوزه، نبقاو مع التحريك حتى تحاول تعقد لينا تتعقد. بقينا كنحركو فيها هي بس كتعقد دايما مع التحريك باش داك الدقيق ما يتكركبش لينا ويلصق لينا في الكاسرونة. ها انتما كما كتشوفوا شحال كتبدا دير دوك، كتبدا تغلي دوك الفقاعات. غادي نديرو معلقه د الزبده مع التحليك، صافي وغنطفيو عليها. شوفو خدينا المول ديالنا اللي غنديرو، دهنا بشويه ديال الزبده وغادي نخوي عليه شويه ديال لاصوص بيشاميل باش لاباط طيب لي مزيان من التحت. نستفو لاباط الاولى ولاباط الثانيه، من بعد ما حطينا لاباط غادي نديرو دابا لاصوص طوماط بالكتة اللي طيبنا وجدنا قبيله. غادي نديرو لها شويه ديال لاصوص بيشاميل ونضربو عاوتاني لاباط. عشان الطبقة الثانية كما كتشوفوا من بعد ما درنا الطبقات كلهم، الطبقة الأولى والثانية، دابا غادي نديرو الطبقة الثالثة. الكفتة اللي بقات لينا غادي نديرو لاصوص بيشاميل. لاصوص بيشاميل تحاولوا تخويوها في القناة. دابا غادي نديرو لاصوص بيشاميل من فوق منها ونحاولوا نديروها في القناة باش تدخل مع لاباط. من بعد ما درنا لاصوص بيشاميل فوق منها، دابا غادي نديرو الفخوماج. فرماج حمر محكوك ولا لي عندو موتزاريلا،
نتمنى تعجبكم هاد الوصفة ديال اللازان، ومرحبا بكم في القناة ديالي طبخ أم آدم. وبالصحة والراحة، ورجعوا لكم من بعد الطيب. التقديم النهائي من بعد ما طابت لينا كيف كتشوفوا، هي محمرة. انا كتشعل عليها الفوق والتحت، اتمنى تعجبكم. هذه اللازان ديالنا، هانتوما كيفاش طايبة. نتمنى تعجبكم بالصحة والراحة. هذا هو التقديم النهائي ديالنا وعشانا. إوا نتمنى لكم الصحة والسلامة، وشكرا على انتباهكم معنا ومشاركتكم معنا. شكرا.